بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلقاكم مجددا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. نسأل الله عز وجل أن يرجعنا جميعا إلى بيوت الله. نسأل الله أن يرفع هذا الوباء بأمر منه. فالرسالة وصلت، ربنا قال لجميع العلماء ولجميع الأطباء مهما تعددت بحوثهم وتنوعت وتعمقت ورغم الجهود التي لا تنكر، ولكن صدق الله إذ يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا لا يتنافى مع اتخاذ الأسباب أصلا، لابد أن نعمل جميعا من أجل اتخاذ الأسباب، وفي الوقت نفسه نتوكل على مسبب الأسباب جل جلاله، ولكنه قادر أن يرفع هذا الوباء بأمر منه، كما قال ربنا في سورة ياسين في الآية 82: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللي ماتوا ربي يرحمهم، والمرضى ربي يشفيهم، واللي عندهم صحة ربي يزيدهم من كل خير. ووعدناكم في لقائنا السابق أن نتحدث عن العلاقة التكاملية بين الرجال والنساء من خلال عنوان اليوم، وهي جزء من الآية 228 من سورة البقرة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. سورة البقرة الآية 228. الآن إخواني أخواتي، الأسرة هي اللبنة الأساس في المجتمع. هذه مسألة لا يختلف فيها اثنان: ثوشلت ذنتساث إذ الساس نتمتي. يعني المجتمع بشري فنو إلى ثوشلت ثوشولين مارا الدوكلن تمارا نجماعا أدخذمنت المجتمع، معنى ثوشلت ما تجهد المجتمع هذه جهد، ما إلا فوظن، ما إلا ثوشلت ثرز ثفظا تعيش ذي شوال تعيش ذي الهموم، ما بلا شك أولاد المجتمع أرسيت سفارة الفنان إيثا الويث ولا الخير ولا الهنا، أخطر يغيت ذي الساس ذيني مشرع ربي سبحانه يفقنا غيد باللي الأسرة هي أساس المجتمع. عقلاء الدنيا اتفقت كلمتهم على ضرورة رعاية الأسرة، على ضرورة توفير أسباب الاستقرار. فإذا كانت الأسرة مستقرة كانت مؤهلة لتحقيق رسالتها المتعددة الأبعاد: رسالة تربوية، رسالة اجتماعية، رسالة تعليمية، رسالة اقتصادية، رسالة حضارية. أما إذا كانت الأسرة مفككة ممزقة هذا ينذر حتما بتفكك المجتمع ولن ترقى إلى مستوى تحقيق رسالتها. ثوشلت مثهن تعيش لا ستابيليتي تعيش ذي ثلويث بلا شك ثلويث كتفغ غرثمتي مرة ذيني مدننا ذي الشرع النغ نغ ذي الحضارة النغ نغ ذي الجديث النغ ولاش الخصومة يرورقات سمطوث إلى قذم عوانا. العلاقة بين الرجل والمرأة ليست علاقة صراع ولا تطاحن، بل هي علاقة تكامل وتعاون. هذه مسألة أساس. الثقافة الغربية الآن والثقافة ثقافة العولمة تريد منا زراعة القيم الجديدة
الدخيل على ديننا وحضارتنا وأصالتنا. مونديالزاسيون في كل شيء، في الجانب الاقتصادي هيمنة على الاقتصاد العالمي من خلال البنوك، المؤسسات المالية، من خلال فرض الربا، الربا المحرم شرعا. الآن عقلاء الدنيا من علماء الاقتصاد أقروا بأن الربا هو صانع الأزمات اللي يصنع لكريز على المستوى العالمي. لا كريز تاع 1929 الأزمة الاقتصادية العالمية، لا كريز مونديال هذيك نتاع الشدة التذريم 2008 2008. جميع أزمات العالم من أسبابها الكبرى الربا. العقلاء يقول لك الربا حرام، ما ينفعش لا بنقل ولا بعلم ولا باقتصاد ولا بالنظر إلى مآلات التعاملات الربوية. ولكن أين هي البشرية التائهة عن قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 275؟ ربنا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولكن العولمة تريد فرض المعاملات الربوية على الدنيا، على جميع المجتمعات. يلا صندوق النقد الدولي لفيمي، أي دولة عندها أزمة، عندها إشكال اقتصادي مالي، تروح تقترض وتعيش طوال حياتها وتورث الأجيال القادمة الأعباء الربوية. الربا يمتص مقدرات الشعوب، الربا يدمر القيم لفالور، الربا يصنع الأزمات. ولكن ربنا عز وجل أعطانا طريق نتاع السلامة. ربي نجر دافريد سلامة وثكين داما أغدي قرر رفاذ الحرام يكفى ووال. وين يفغان أذيامن أذيامن ولي الفغر أذي غر ما يغرى أذيا وضغر في ذات سغر صوضا أكوي قاذي استخدامن ألا غنسن. ولكن العولمة تبغى تفرض كل شيء، ما ذي الاقتصاد، ما ذي الاجتماع، ما ذي الأسرة. خدمنا دوم يقارن اتفاقيات سيداو، اتفاقيات كثيرة إن شاء الله سيأتي بيانها في فرص قادمة، معاهدات دولية أشرفت عليها هيئة الأمم المتحدة لونو للأسف الشديد. ولكن هذه المعاهدات الدولية مدمرة. اتفاقية سيداو اللي يقراها يقول سبحان الله، لا مجال للقيم، دمار شامل، هي أخطر من كورونا، أخطر من كورونا. لماذا؟ لأنها تدمر الأسرة، لأنها تزرع القيم التي تدمر المجتمعات وتقضي على الأسرة البشرية في عمومها. هناك دول ذكية لم تصادق عليها، منها أمريكان. أمريكان ذكية لأنها لم تصادق على المعاهدة نتاع سيداو. علاه؟ قالت لك حنا أمريكان عندنا القوانين تاعنا كافية، ماناش محتاجين لي كونفونسيون باش نديروا اتفاقيات. ولكن هناك دول بين قوسين حتى دول إسلامية دارت مصادقة على المعاهدات، كي دارت تصديق من بعد دارت تحفظات. والتحفظ هو حق يضمنه القانون الدولي، لو دروا انترناسيونال يضمن حق التحفظ، خاطر كل دولة كل مجتمع عنده خصوصيات، عنده خصائص لكاركتيريستيك نتاعو، عنده حضارة، عنده دين. كاين من الدول اللي داروا تحفظات تأتي لجنة سيداو وتقول لكم علاش دور تحفظات؟ شبيكم؟ انتم ما حبيتوا توليوا مارشاريير ولا؟ هو كيف هذا حق؟ سي ان دروا ليجيتيم ليغال، معناتها دولة تمارس حقها في التحفظ ثم يتحفظ على التحفظ. قارن استقبالي في غالق المنسي ضرا ذلاجب. يعني اتفاقية سيداو اقراوا المادة الخامسة، قراوا المادة 15، قراوا المادة 16، قراوا المادة 29. الوقت ما يسمحش باش نفصل يعني في هذه الاتفاقية. هناك اتفاقيات أخرى، هناك مؤتمرات. يلا ناخذ مؤتمرات السكان والتنمية. أول مؤتمر كان ينعقد في
مدينة بوخارست 1974 1974. بعد ذلك كان في في في, في مدينة كوبنهاغن في المكسيك. بعد ذلك في 1984. في 1994 كان في مدينة القاهرة. في 1994 مؤتمر خطير واسمه مؤتمر السكان والتنمية، تشرف عليه هيئة الأمم المتحدة لونو. على بالكم هذا المؤتمر شحال حضراته؟ حضراته 160 دولة، 160 دول إيك حضرا ذي المؤتمر العالمي. حضراته 1200 منظمة غير حكومية، يعني شيء عجب. وسائل وفرت ودول حضرت وجهاز إعلامي كبير من أجل التسويق لهذه القيم، قيم نتاع العولمة، من خلال مؤتمر دولي بين قوسين ما كان قانس قبيلي سوف لا يشبح يرقم داخل مثل ديغيركا يمزوق من برا وشحالك من داخل. 160 دولة في مؤتمر نتاع القاهرة في 1994، هذا من جهة. كاين من جهة أخرى مؤتمرات نتاع المرأة، ثمطوث سيس من تمطوث ولا شوي سيف كان الحقيسة من سيدي خلقا ثورة ما إلا لن يمذان ظلما حقرا شغل إنسان. المعنى لابد أن تنصرف جهودنا إلى معالجة مواطن الخلل في حياتنا الأسرية، في العلاقات بين الرجال والنساء، في علاقة الاجتماعية. أما رب العزة جل جلاله قد ضمن الحقوق، هو اللي قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة عند درجة القوامة، سنشرح ذلك بعد حين. لذلك مؤتمرات المرأة من المؤتمرات، كان مؤتمر 1975 هذا انعقد في مدينة المكسيك، وبعدين مؤتمر كوبنهاغن، وبعد حتى نوصل 1995 مؤتمر بكين الشهير، مؤتمر بكين مؤتمر المرأة. حبيت نقول أن نظام العولمة باغي يفرض القيم على العالم باستخدام جميع الوسائل، اتفاقيات دي كونفونسيون، وبعدين مؤتمرات، وبعدين إعلام، مؤسسة مالية. أعجب، كل ذلك موجود قائم. هو الآن حنا في كورونا، الآن شحال حالة الطلاق اللي صارت في كورونا؟ أو كاين موت بيقين الله يرحمهم، وحالة الطلاق عديدة جدا، وعندنا وسائل لرصد الكثير من الحالات نتاع مشاكل أسرية. الرجل مع المرأة تلاقيه ودخل الدار يلا لا طاق طاق على من طاق، هذا موجود. ماناش نقولوا ما يختلفوا، الشيء عادي، الله غالب. كورونا هم كبير، كارثة كبيرة، غير ربي اللي قادر، غير ربي اللي قادر. لذلك لابد أن نقر وأن نحسن الظن بالله ونتضرع إليه بالدعاء أن يغير حالنا إلى أحسن حال. ولكن ما نساوش ربي أعطانا آية في القرآن في سورة الرعد الآية 11، قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أو ربي يزمري كل شيء، أذي في الدلثة ونيت سرث ونيت يلهان، هذه روح وطن، تقولي ثلويث، تقولي لهنا. ولكن إلا قال السين ربي، إلا قال مياقل ذات مثان، إلا قال أكا ربي يزمر من بعد لشغالي سهلا. أين يفغى أذ يضرو، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك الآن في الخلاصة كي ذكرنا ربي سبحانه ذكر الآية القرآنية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، المعنى يس كاين علاقة التكامل بين الرجل والمرأة، ماشي علاقة التصارع والتطاحن، هذا أمر لا يقبل بجميع المقاييس النقلية ولا المقاييس العقلية المنطقية. أرجاز دارجاز، تمطوث تمطوث، قرني مزورة قبيليث، أرجاز تارجا ثامطوث تامذا. يونوم سلاي يسامبليفيد كل شيء، هذا أرجاز تارجا ثامطوث تامذا، ثارجا تساوي دمان، ولا ذارجا زديوي الأرزاق، أذ يخدم وأذ يفاق، وثامطوث تامذا
معناه القلتا تجمع أتحرز ذا قرن قوى الويض ثام الطوثي حرزن ثيف ثيوغا إشرزن أنعميه صافي المعنى يس تجديث النغ ثوف قطة شرعي النغ تجديث أكت شرعي ثكني دوكولنت تجديث سعني زوران أرض شرعي أي غير دني غوالاقي خاطر يزمر يوان أذيف دو ثازاليث أذغاشيني أورس طريفة لا تجديث ولا تقذيليث إن كيني أم بعد وراك رايح وراك رايح ماذا تريد تفغيضة تيزم ذاك زورانيك نغذا شو أشي نقارن كوني الجذوذ النغ حرشن مثلان أشو دنات شرعيث أثي داوين استقذيليث وثزون تجديث أثورثن ذي تريكا مورن كفو ذي تريكا أورن حفو هثلف لسوسيولوج العباقرة الكبار قالوا هذه النتيجة قالك لازم يكون تكامل باش يكون هناك وئام وداد حنان تعاون وإلا حالة دمار قالوا هذا الكلام ولكن كان اللي تربى في مدرسة الحياة ومدرسة الحياة هي أفضل المدارس عيبها الوحيد أن تكاليفها باهظة الدنيا في المدرسة السلماد الصغري يلا فرمنت في الآية ولا هن مثل الذي عليهن بالمعروف هذا السفرة كم تتسنتز خلاصة لنت ألف باء جيم ألف الواجبات والحقوق المشتركة يرقص مطوط منها المعاشرة الحسنة لازم المعاشرة الحسنة بين الرجل والمرأة أرقص مطوط سواء كان الزوج مع زوجة أب مع بناته أم مع أبنائها إلى آخره كل واحد خلقه ربي كيما بغى ربي وكل واحد عنده سي كاركتيريستيك ما يقدرش واحد يقول كنايا نحب غير الليل ونهار النهار عنده سي كاركتيريستيك الليل كيف عنده خصائص الآن رنا في النهار تصوروا يا خوتي لو كان يطيح الظلمة الآن من يقبل الظلام كلنا نرفض الظلام علاه لأن الظالم جا ماشي في وقته جا في النهار الشمس مليحة ولكن تصوروا على 12 نتاع الليل تشرق الشمس ما نقبلوش ما يعجبناش الحال نقول هناك خلل في الكون لماذا؟ لأن الشمس مليحة ولكن مليحة في النهار ماشي مليحة في الليل فهمتوا الإشارة معناتها أرقز أرقز تمطط ذايك ما تمطط فغات سوال درقز تغلظ ما إلا أرقز يغلط سمتوث ذا كيف يغلط كل يخم الشغليس والسلام عليكم لذلك ألف لنت الواجبات الحقوق المشتركة بمعنى المعاشرة الحسنة إلى قتيلي أما يري مولا ذي الدريان أما يري سمتوث أكد ورقاز الخير رفاح ما إلا سمتوث يضع نرقزي سمسادس أشو دين في عليه الصلاة والسلام إن أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة يا سعد المرأة اللي تموت وزوجها عنها راض تدخل الجنة كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا لا وكذلك الراجل النبي صلى الله عليه وسلم وش قال للرجال قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي الرجل ماشي تسمح قرانيث الرجل ماشي ذو الفاطل ماشي سيثة أبدا يلا إذا المعاشرة الحسنة من الحقوق والواجبات المشتركة حرمة المصاهرة من الواجبات المشتركة والحقوق المشتركة الحق في النسب من الواجبات والحقوق المشتركة الحق في الميراث بمعنى كي موت الراجل توارثه مرته إما تدي الربع ولا الثمن أنكار ولا أنويتيام حسب الحالات أما إذا كان ماتت المرأة يورثها راجل زوجها إما يدي أندومي ولا أنكار الربع أو النصف حسب الحالات وكذلك يموت الوالدين يورثوهم الأولاد كيموت الأولاد يورثوهم الوالدين هو ربي اللي قال في القرآن
ولا ربي قال ولا ولأبويه لكل لأبويه ذكر الرجل مع المرأة، الأب مع الأم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، بالتفاصيل حق التوارث. إذن بلا ما نطول بلا ما نفصل في هذه الأمور فهي من باب التذكير ليس إلا. با كاين واجبات و يعني خاصة بالزوج، كي نقولوا واجبة الزوج معنى هي حقوق المرأة، سي أوتوماتيك. من واجبات الزوج واجب الإنفاق، يعني الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجاته، فواجب الإنفاق على عاتقه أرجاز أذنتسا أرير إنفقا ثواشولتيس هذا ضرب غدينا ندير القرآن، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ضرب ديننا أي غدينا بالمعروف، المعنى يسورك الفرى ربي سبحانه أرجاز أكثر تزمرثيس ذايا بالمعروف ميذنتسا يوجف في الناس باش هذه ينفق في مطوثيس في الرويس إلى آخره، وكان في مولى نيس إلى آخره. ويناد ذا النبي عليه الصلاة والسلام يناد كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية أخرى من يقوت، يعني الذنوب قران ويناري فرطن ذي ثواشولتيس. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يخدم غد الميزان، هذه من واجبات الزوج. من واجبات الزوج كذلك يقدم المهر ثامنث ذو الواجب كذلك إل ثامنث أيضا بالمعروف، ربي سبحانه في كل فرق تزمرثيس وفي التفاصيل في السنة النبوية الشريفة. جيم أخيرا واجبات الزوجة وهي حقوق الزوج، وهذا هو باش يكون توازن ليكيليبر، لازم يكون توازن. من واجبات ومن حقوق الزوج على زوجته حقه في القوامة، والزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها بالمعروف، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والقوامة في الشريعة ليست استبدادا أو ظلما أو قهرا، بل هي قوامة شورية لا استبدادية، وهي واجب وهي تكليف وليست تشريفا، على أساس منطقي أن كل مؤسسة تحتاج إلى مشرف إلى مدير. الجامع عنده الإمام، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، هاو كي الإمام لازم يصلي مور الإمام، كي يصلي مور الإمام كاش واحد يركع قبل ما يركع الإمام صلاته باطلة، ولا يدخل في الصلاة قبل ما يدخل الإمام، لا لا، لا نكبر حتى يكبر، ولا نركع حتى يركع، ولا نسلم حتى يسلم، والحديث واضح إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولا شك المؤسسة تمدني مرة الساعة أنت مضبر ثوا شد ساعة مضبر، وإذا مضبر يكسع المسؤولية ذي رجاز صافي وقيت تكليف ماشي تشريف. ناتور الجامع يسعى الإمام، الشركة تسعى الديريكتور تسعى المدير، يتدارث إلا لمن تدارث أكاري للنظام ماشي ذا لانارشي ماشي ذا الفوضى هذا صافي. حق القوامة وقي حق الزوج على زوجته، ووجب على الزوجة أن تطيع زوجها باش الأسرة تعيش في سلم وفي سلام وفي سكينة وفي استقرار. هذا هو المقصود إن شاء الله تعالى من قوله تعالى في سورة البقرة الآية 228 ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة. وبعدين بهذا نختم إخواني أخواتي. إذا قرأت مثلا في ستماثين أدنيني اللقاء كذا سمحتي ذا سمحتي أنت أقلق أنت في ذي المحنة ثم قرأت ماشي ذيني سهلا ظهرت الجنازات وحضرنا رمدن ذين قريح نصواتاس ثورة ذي الوقت ثقي لأن وقاذين ذي السفيطرات وقاذين ذي خامن إنسان وظنن هالكيان يخرض كلش كل شيء يخرض الجوامع قلاغ ولاش الجمعة ولاش صلاة الجامعات ولاش يعني
قريح الحال بزاف، ولكن ذا إلا كان ذاوي لهلاكة نغان دان لا أما ذي ثواشول أما ذي المجتمع أما ذي الاقتصاد أما ذي كل ما كل أمور ما نخدم ثزمر ثنغ ربي سبحانه إن يغيدي في كيغد الواد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا اجتهدت الأسرة في تحقيق وفي احترام هذه الأسس وفي مراعاة هذه المعالم ستكون أسرة مستقرة وتكون يومها مؤهلة لتحقيق رسالتها في هذه الحياة، رسالة تربوية، رسالة تعليمية، رسالة اجتماعية، رسالة اقتصادية، رسالة حضارية. ونسأل الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.